السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، أنا طالع دلوقتي على السطوح، لقيت الحمامة دي واقفة على سور البلكونة عندي جنب السلكات، تمام كده. فأنا لسه طالع دلوقتي حالا اهوت، يعني عايز أقول لك، بص أنا شفتها، رحت فاتح الكاميرا على طول عشان أوريكم يعني إن فعلا في حمام بينزل هنا لوحده أهو، مش يعني مش حاجة بتاعت أنا ولا بتاع ولا حاجة طالعة من عندي ولا طايرة من عندي. لو حاجة طايرة من عندي أقول لكم، تمام. وطبعا اللي واضح على فرد الحمام من شكله كده ان هو ايه، شاب صغير لسه او حاجه، فضيع من حد ايه، او خرج من عند حد وما عرفش يرجع تاني المكان، تمام كده. فهنحاول نقرب منه كده شويه ونبص عليه. بص هو دلوقتي بيخش كده بيستخبى مني ورا السلكات، تمام. اهو يا جماعه طار، طلع على السلاكه فوق هنا، تمام. يعني فرد حمام، ولا حد بقى يقول لي اصل ده مربوط بحبل من رجليه ولا بخيط من رجليه زي ما حصل ساعه فرد الحمام العبسي. الناس شافت الشكاره اللي محطوطه فوق. بص كده هنطلع فوق دلوقتي اهو، تمام. في شكاره انا عاملها زي ايه، يعني زي علم كده عشان تهش العصافير والحمام والحاجات اللي بتيجي. فالناس شافت الخيوط بتاعتها وفرد الحمام بيطير، قالت لي ده اهي الشكاره اهي يا جماعه، شفت الخيوط بقى عامله ازاي. الناس قالت لي ده انت رابط فرد الحمام، ده الحمام مربوط بخيط. طبعا فرد الحمام هو عمال يطير بيتنقل من مكان لمكان، تمام، عندي على السطوح. هو مش عايز يمشي من على السطوح، هو عمال يتنقل هنا على السطوح. ليه بقى؟ لان هو ضايع من عند حد وجه هنا، فلقى عندي هنا في حمام وفي كلفه وفي ميه، وهو عايز ياكل ويشرب وعايز ايه، يعني هو بينتمي للاماكن اللي فيها حمام. فمفيش حد قريب هنا عنده حمام غيري، يعني او مثلا عامل سطح فيه سلكات كتير وفي حمام كتير ظاهر غير عندنا، تمام كده. ففرد الحمام زي ما احنا شايفين اهوت واقف لي على السطح، فطبعا وشه كده باين عليه ان هو فرد حمام صغير شاب، يعني لسه ايه صغير، وانا ما عنديش اصلا اللون ده يعني، تمام كده، عشان ما حدش يقول لي ده بتاعك وانت اللي مطير. انا ما عنديش حمام اصلا طاير، يعني الناس اللي متابعاني عارفه ان انا ما بطيرش حمام، وكنت بطير زواجل من فتره طويله جدا، وكانت كلها زواجل ايه، ازازيات ومفصصات. بص عمال يتنقل اهو من مكان لمكان على السطح، تمام، يروح يقف على السلاكات ويطير هنا ويطير هنا. انا ما عنديش فرد حمام بالشكل ده وما عنديش حمام طاير، تمام. فهنشوف دلوقتي، نحاول لو عرفنا نمسكه نحط له اكل وميه ونطيره ماشي، ما عرفناش يبقى نحط له اكل وميه في اي مكان ياكل ويشرب، ونحاول نهشه نمشيه او نخوفه نمشيه عشان ما يفضلش واقف لي هنا على السطوح. عشان يا جماعه لو في عدوى او اي مرض ما ينقلهاش للحمام اللي عندي. طبعا الناس اللي بتقول لي انت موسوس وانت مكبر الموضوع او انت خايف من العدوى زياده عن اللزوم، هقول لك من حقي ان انا خايف من العدوى زياده عن اللزوم. اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، وانا اتلسعت قبل كده بفرد حمام اشتريته وحطيته عندي في السلكات مع الحمام بتاعي، وكان بسبب فرد الحمام دوت خسرت حمام باكتر من 15 20 الف جنيه، حمام نفاخ، تمام كده. فيعني انا طبيعي ان انا اخاف وان انا احافظ على حاجتي وان انا يعني ابقى موسوس، اه ده طبيعي جدا. ويعني الافضل ان انت تخاف، ان انت تخاف احسن ما تكون بتدي الامان لاي فرد حمام ويجي عندك يعدلك الحمام بتاعك بامراض يعني ما تعرفش تسيطر عليها فيما بعد، تمام كده يا جماعه. فطبعا فرد الحمام هو واقف على السلكات هنا، انا بحاول معاه، لو عرفت امسكه همسكه واعرفكم، لو ما عرفتش امسكه زي ما قلنا كده ايه، احط له اكل وميه في اي مكان ياكل ويشرب، وبعد كده اهشه او اخوفه جامد، اخبط بحاجه جنبه او كده عشان يطير ويبعد عن المكان عندي وما يفضلش يتنقل على السلكات ويختلط بالحمام بتاعي. طبعا دلوقتي انا طلع له اهوت معايا علبه الكلفه اهي يا جماعه، كلفه هشخلله بيها كده بحيث ان هو ايه يعرف ان في اكل وكده، احط له شويه كلفه واحط له مسقه على السلكات مكان ما بيقف واخليه ياكل ويشرب، وبعد كده زي ما قلنا ايه اطير، تمام كده يا جماعه. بص حطيت له المسقه والاكله اهم، تمام، وهحاول ايه ان انا اخليه يتحرك كده يروح ناحيتهم عشان ياكل ويشرب، وبعد كده زي ما قلنا كده ايه اطيره. لو عرفت امسكه همسكه واوريه لكم واطيره، لو ما عرفتش امسكه يبقى هو ياكل ويشرب ياخد واجبه ويتكل على الله، تمام. بص هو راح ناحيه الاكله والمس اهو، وان شاء الله اسيبه دلوقتي، تمام، عشان ياكل ويشرب ونتفرج عليه مع بعض كده. يعني ايه، انا اسيب لكم الفيديو شغال كده تتفرجوا عليه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الاخر.
بص يا جماعه، راح الاكل اهوت وبدا ان هو ياكل. طبعا شرب ميه قبل ما اصور، تمام، حط بقه في المسقه وشرب، تمام كده، ورايح الاكل اهوت هياكل. فيعني ايه، هو خد له شويه ميه كده وياخد له برده شويه اكل، تمام، وان شاء الله نهشه بعد كده، نطيره ونبعده عن المكان خالص. يعني احاول ان انا ابعده على قد ما اقدر، عشان زي ما قلت لكم كده ايه، ما يكونش فيه اختلاط بالحمام اللي عندي، ولو في اي مرض او عدوى ما يجيش يعدي الحمام اللي عندي. طبعا هو بياكل اهو ما شاء الله، فانا حطيت له كل فهيت في الطاجن دوت، وحطيت له الميه في المس اهيت، وما شاء الله هياكل وياخد واجبه ويتوكل على الله لوجه الله، تمام كده. فخلينا متفقين يا جماعه ان زي ما قلنا قبل كده بدل مره 100 مره، ان انت لما تاخد حاجه حد حرام، تمام كده، هي حرام قطعا حرام. ان انت لما تاخد حاجه او تحاول تمسك حاجه مش بتاعتك عشان تاخدها وتستحلها لنفسك، فده حرام وانت هتتحاسب عليه، تمام كده. ده طير جعان نزل عندي عشان جعان وعطشان، فياخد وجبه ويتوكل على الله. جه يوم تاني حطيت له اكل وميه، ياخد وجبه ويتوكل على الله. طيب انا مسكته هطيره، لو مسكته تاني هطيره، مسكته تالت هحاول ان انا اعزله بعيد بقى، لان كده هو ايه ملوش صاحب، تمام، وقاعد عندي ومش عايز يمشي. فانا هحاول ان انا احطه في سلاكة او حاجة بعيدة عن حمامي، بحيث ان هي ما تضرش حمامي، وفي نفس الوقت برضو احط له اكل ومية ياكل ويشرب، لحد ما الاقي صاحبه حد سأل عليه او حاجة اقول له حاجتك ايه، تعالى اتفضل خدها، تمام كده. فطبعا يا جماعة للأسف المرة الاخيرة لما مسكت فرد الحمام العبسي، يعني دي وضحت لي قد ايه في ناس جشعة بتاخد حاجات مش بتاعتها وتستحل اي حاجة مش بتاعتها وعايزة تاخد اي حاجة وخلاص. اكتر من 10-15 واحد يا جماعة علقوا لي وقالوا لي على فرد الحمام العبسي ان هو بتاعهم، وكله ما بيدينيش الامارة بتاعته. يعني تقول له عليه كام ريشة، تبص تلاقيه بيقول لك عليه ريشة، عليه ريشتين، زي ما انا قايل في الفيديوهات مثلا، بس انا ما كنتش اعرف فعلا هو عليه كام ريشة، فقلت يمكن ريشة او ريشتين، بس هو طلع عليه ريش اكتر من كده بكتير يا جماعة، طلع عليه اكتر من ريشة وريشتين بكتير، تمام كده. لحد النهاردة عليه ريش، بقى له عندي اكتر من شهرين، تمام كده، ولحد النهاردة هو لسه عليه ريش ما خلصش، تمام كده. يطلع بقى ذكر يطلع نتاية، الله اعلى واعلم هو ذكر ولا نتاية، انا برضو مش متأكد اذا كان ذكر ولا نتاية. فكان الناس بتقول لي ايه ده بتاعي وذكر وتحتيه بيض، واللي يقول لي ده بتاعي وتحتيه زغليل، واللي يقول لي ده نتاية وبتاعتي وعندها وعندي البيض بتاعها كانت راقدة عليه وطارت، واللي يقول لي ده نتاية وكانت عندي وزغليلها موجودة، واللي بعت لي صور زغليل يقول لي ده زغليلهم. يعني عايز اقول لكم والله قابلني حالات كتيرة جدا، فللأسف يعني للأسف ده ان دل على شيء يدل على ان في نوعيه كبيره جدا 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 من غواة الحمام نوعيه سيئه، للاسف يعني، للاسف نوعيه تقبل اي حاجه مش بتاعتها وياكلوا يعني مال اليتامى. فيعني للاسف دي حاجه تزعل والله، تمام كده. فانا مش محتاج فرد الحمام ده ولا همسكه، انا ههشه دلوقتي بعد ما اكل وشرب، تمام كده، واخليه يمشي بعيد عن المكان عندي، يروح اي مكان احاول ان انا امشيه بقدر الامكان بعيد عن هنا. والله يا جماعه والله ما عايزه ولا عايز امسكه ولا عايز اخده، والله ولا يفرق معايا ده ولا 100,000 فرد حمام زي ده. الحمد لله بفضل الله اقل زغلول نفاق بيطلع عندي بتمن 3-4 تجواز من ده. فتعالوا بينا دلوقتي كده نهشه ونمشيه من هنا خالص، عشان زي ما قلنا كده مش عايزينه يكون موجود هنا، هو خلاص كل وشرب. نهشه نحاول نمشيه، يمكن يرجع لصاحبه ويمكن يروح لاي حد تاني، فلو راح لاي حد هو حر يمسكه او ما يمسكوش. يلا نهش فرد الحمام. شش شش طار، تمام. بص يا جماعه راح فين فرد الحمام؟ راح بعيد على العماره، بعيده خالص عني اهي، تمام. فان شاء الله يرجع لصاحبه او يروح لاي حد تاني، فهو طار خالص. بص طار يعني مشي، هو كان على العماره اللي ورا خالص دي وطار اختفى خالص، تمام كده يا جماعه. فان شاء الله يرجع لصاحبه او يروح لاي حد غيري، انا مش محتاجه. فده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.